طبعا انا اليوم ياهو جلسة نتكلم على كل حاجه، والسيشن هذه حتى ما اقدر انزلها في يوتيوب لانه ما لها معنى. سيشن عن كل حاجه في كل حاجه، كل واحد بيسال سؤال منفصل، واليوم على اساس انا فاتحها عامه خليها عامه. الفكره من الجنجل انك تساعد الخسران عشان يقوى ويرجع للين ويساعد الاخرين ولا لا؟ الفكره في الجنجل انه انت تروح انه انت تفوز الجيم زيك زي ايتش. التوب خسران 1-0-3، هتروح فوق ايش حتسوي؟ كيف ترجع الجيم؟ الادم اللي قدامه عنده ليفلين ادفانتج وعنده ايتم ادفانتج، ايش حتسوي؟ روح توب تبغى تساعد وجاء الجنجل حقهم، انتوا الاثنين متوا، نزلتوا في الجيم زياده. في المقابل اللي فوق حقنا خسران، اللي تحت حقنا فايزين، اروح اساعدهم نقتل الاثنين اللي تحت، ناخذ التاور نخليهم يشتروا ايتم زياده يقدروا يقتلوا التوب حق الانمي. فاهم؟ هي دائما الجيم يسموه opportunity cost، او مو بس opportunity it is actually الكونسبت حق opportunity cost هذا كونسبت ايكونومكس معروف. في محل اجيبه ربحيه بس الريسك فيه مره عالي، الريسك مره عالي اوكي، والريورد ما هو مره عالي. يعني ايش الريورد؟ يعني قتلته الادم التوب ايش حيسوي؟ لسه يبغى له يعني لسه يعني اذا كان ليفلين ادفانتج مثلا وهو اوريدي متاخر 3 كلات ما حيرجع في الجيم، لسه حيبقى اقل منه، يحتاج مساعده منك مره ثانيه ولا مره ثالثه. فليه نضيع وقت؟ ليه تضيع الخمسة دقائق هذه في انك تحاول ترجع واحد للجيم وايل انت كان ممكن تخلص الجيم اوريدي؟ فاهمني؟ how can we prevent dying when Odir ganks? Odir's ganks are one of the worst ganks in the game. Odir is just a split pusher and a farming jungler. Odir كل اللي يحتاج تسويه تورد له زي الناس الوادم، تورد من بعيد عشانه سريع وانتهينا. Odir اصلا ما نعتبره champion، نعتبره اي حاجة. مرة سهل تلعب فيه في اللو إيلو لأنه دائما لو إيلو ما يعرف يوقف السبليت بوش. أودر من أسوأ الشامبيونز في الجيم، وإلين ما يعيدوا صياغته ولا يعيدوا تصميمه ولا يسووا لنا حاجة المفروض ما تعتبره شامبيون. ولو ما أنت عارف تلعب قدامه بيسكلي ما بتورد صح، وأن يو جايز آر نوت سبليتينج سبليت أنسرينج السبليت بوش حقه صح. يو ثينك إتس أ جود أيديا تو كلايمب أون وان رول أند وان شامب؟ أوف كورس إتس نوت أ جود أيديا، إتس ماست حبيبي. إتس ماست تو كلايمب أون وان رول. Not one champ, up to three champs. لأنه واحد champ اختاره ولا تبنى ديش تسوي انت تبطل خلاص. كيف كونتر جاكس بشاكو في الجنجل؟ جاكس في الجنجل؟ جاكس جدا سيء في الجنجل يا مو جيمر. وشي تاني انت كشاكو ليش تتضارب مع بروزر؟ الشامبيون جاكس لما تتضارب معه ما حتقدر تفوز عليه. انت دي هو شو اسمه مو بروزر بس هو دولست يسموه، هو يقدر يقتلك دائما. انت لما تبغى تكونتره في الجنجل حقته انت كل اللي تبغى تسويه تجي تخش تحاول تسرق منه الكامبو تمشي. اصلا شاكو كده يلعب، شاكو دائما في مس اندرستاندينج انه هو يحب يتضارب، لا سكوشي وات يو وانت تو دو، خش هو موجود هنا سموير بياخذ البلو، خذ البلو افقع بكيو وامشي، جاء يجري وراك خليه يفلش يضيع فلاشه. وات يو وانت تو دو اس شاكو، اللي تبغى تسويه كشاكو يو وانت تو ديبرايف الانمي من الجنجل حقه. شاكو نونو من الشامبيونز اللي مره كويسين في كاونتر جنجل، رايت؟ مره كويسين. انت تجلس تفرم هنا طول الوقت بشاكو من دون ما تخش في الجنجل حقته، انت ما بتلعب شاكو صح اصلا. What to do to leave silver? I am a main ADC but I've got bad support many times. I don't think the support is the problem يا جوي. السبورت احد اسباب خساره الايدي كاري، ما فيها كلام، اي احد في الجيم احد الاسباب. بس انا متاكد 100%، لو دخلت على الجيم بلاي حق الاستاذ جوي هتلاقي انه كل شيء هو بيسويه برضه خطا. فانا ما خلينا نفكر فيها بالطريقه هذه. انت في سيلفر مزبوط، اذا انت في سيلفر اللي قدامك سيلفر، السبورت حقك سيء وانت بطل، تمام؟ السبورت حقهم سيء برضه والاي دي سي سيء برضه لانه هم سيلفر برضه. فلو انت احسن منهم حتى لو السبورت حقك سيء انت حتسوي كويس، لانه انت المفروض انت بتقول انا احسن منكم. ما يهمنا السبورت فيت، ما يهمنا السبورت، لانه ماني متوقع السبورت اللي قدامك الا اذا كان سمرف انه يكون احسن، حيكون سيء. بوزيشنينج عندك غلط، بتنضرب غلط، بتسوي تريد غلط، السبورت زيك، السبورت حقهم بيسوي نفس الغلطات والاي دي سي حقهم بيسوي نفس الغلطات. فسيبنا من موضوع السبورت اللي معايا كويس، السبورت اللي معايا بطال، الجنجل اللي معايا كويس، الميد بطال، ما سووا لي انسر، انا جالس العب لحالي. انت جالس تلعب لحالك يا نفتون، انا العب كل يوم معك وكل يوم قدامك في الستريم، وكل يوم نشوف سبورتات ما هم كويسين واي دي سيز ما هم كويسين وتوبات ما هم كويسين وعالم فيدوا في اللين، ما فيها كلام. يغلطوا كثير، هذه ميزه تقدر ترجع في الجيم وغلطهم في لويلو، ما فيها كلام. فخليك من السبورت حقي كويس ولا مو كويس، وخليك من يعني في اقيام تروله. شوف انا الاقيام الوحيده اللي ما اجرب فيها ما اكمل تجربه، السبورت حقي بطال، انا بطال، اللي مدري ما واحد ترول، واحد خرج من الجيم ما اكمل خلاص ترول ما اقدر اسوي شيء. بس جالسين في الجيم لسه اجلس احاول
واقرر واسوي شغلك صح زي الناس الاوادم واجلس فرم. يا ما قيام تشوفوني في الستريم يا عيال، السبورت اللي عندي ينكفش كل شويه، لولو اللي جاني اول امس ينكفش كل شويه، بليت صادو 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 صادو، مات 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 مات، كملت الجيم السي اس حقي اعلى من الاي دي سي اللي قدامي، حاولت اشتريت ايتمين ونص وانا واحنا التيم اوريدي نص خسران، وحاولنا نرجع الجيم وصار في كم باك وبعدين خسرنا برضو. بالمقابل الفكره مو انه هذول الاوادم كويسين، انت ما عندك كنترول على الاوادم هذول، ما عندك كنترول نهائيا، انت الكنترول ما عندك كنترول على نفسك. But sometimes 5v4 is winnable when you are very far ahead. When they are already winning 4v5 is hard. Yeah. بس it is possible. Yeah. It's very possible. طيب كيف اصير كويس وانا طول عمري برونز ما جربت ضد التشالنجرات؟ التعليم مو لازم تكون بالتجربة اكسرسايز، التعليم بالانفرنس، بالفهم، تجميع، ارجع للفندمنتال سويها صح. كونسيستنسي وحاول قد ما تقدر تشوف غلطاتك وتصلحها، بتقارنها بين ناس تانيين، تقارنها مع تشالنجرات وتشوف الفرق بينك وبينه. ما انت شايف الفرق بينك وبينه، جيب احد يساعدك يوريك الفرق بينك وبينه. سميرف كان وين ذا جيم سولو بيج تايم يس، وهذه 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 مغالطه، او هذه يعني هذا رد للناس اللي تقول لك ايلو هل وانا كويس والتيم حقي كلهم خربانين انا ماني قادر اطلع. انا استك لو انت كويس انت احسن من التيم اللي قدامك. كان سويت زي سميرفات الامس، جلست اقول لعيال في الستريم، جلست اتفرج على واحد اي سي تشالنجر داخل اللان سيرفر عنده 50 وين واربعة لوسز 5 لوس. كيف؟ مو انت المفروض هو ما عنده نفس السبورتات اللي مروا عليك، هو لسه دحين جولد، بدا جديد وصل لين جولد 50 وين وصل جولد. فا اتس اوكي، هي كان بلاي وذ دايموندز كوز اوف هيز ام ام ار، هي از بلاينج وذ دايموندز يا رايت ناو. هذا انا بتكلم على جراسك، هو في جولد جولد 1 ولا بلات اوريدي الام ام ار حقه دايموند ام ام ار. اعتقد المشاهد المحترفين يلعب الشامبيون اللي بتفيده اوف كورس. انا ما انصح انه انت تروح، انا دائما اشوف الكلمه هذه النصيحه هذه تنقال للبرونز او لاي احد لويلو، يقول له روح افتح ستريمات الناس واتفرج عليها حتعرف. اول ما تخش على ستريم يا اخي انا اسوي نفس الشيء، كيف هو تشالنجر وانا برونز؟ لانه انت ما انت فاهم الحاجات الصغيره اللي بسويها. انت ما تبغى تروح ستريم برو بلاير وتتفرج عليه من دون ما تفهم الكونتكست، من دون ما تفهم الكلام اللي بيقوله. روح دور على ستريمر اشرح بالتفصيل ايش هو بيسوي، عشان التفصيل هذا هو اللي تحتاجه. انا دائما اسويها في ستريماتي لما يطلبوا ومنزلها في فيديوهاتي، كيف فكر، كيف ايش كان بفكر في اللحظه هذه. تبغى احد يساعدك بالطريقه هذه، وفي ستريمات كبار زي كده، في جناقل مشهورين معروفين، هاي ايلو تشالنجر رانك ونز، الستريم حقه من اوله لاخره يشرح كل كلمه بيقولها، وانت مو بس تشوف، انت تشوف وتسمع وتفهم وتطبق. تمام. تي اف بليد از ذا بيست تيتشينج ستريمر ات توب هيز، تي اف بليد يشرح كل حاجه بيقولها. فعامة اللي تبى تستفيد منه، اللي تبى تدور عليه، تبى تدور على ستريمر يشرح بالتفصيل ايش هو بيسوي، عشان تشوف ايش الفرق بين فكرك وفكره. وانا اؤكد لكم يعني، انا 20 واحد يجيني يقول لي انا اتفرجت على فيديوهاتك بس لسه ما فرق معايا حاجه، سويت اللي في الفيديوهات حقتك، كم فارمك في الدقيقه 10؟ اول سؤال يقول لي 50، اقول له ليش بتتكلم، ليش زعلان، ليش فليش ليش جايب لي 50 سي اس في 10 دقائق كونسيستنتلي؟ يعني في جيم ممكن تتبهدل فيه ما حزعل، بس كل جيم فارمك زي وجهك، لانه يعني اهم شيء واحده من الاساسيات في الجيم انت ما بتطبق، وانا حاطها في بدايه شروحاتي. اول شيء مهم جدا عليه 20 خط، لازم تجيب، لازم تترقد يعني، بالذات اذا شوف اذا تبي تطلع من برونز، والله تبي تطلع من برونز ولا من سيلفر، جيب 80% جيب 70% فرق، انا اؤكد لك تطلع. بس شوف هذه من دون ما تعرف ولا شيء ثاني في الجيم، جيب 70% فارم، حتشتري ايتمات احسن من الاوادم اللي قدامك. طبعا 70% الجيم كله مو بس في الليننج فيز، وبعدين تطلع تجلس تلعب ايرام طول الوقت مع التيم. يعني كم فارم 70%؟ يعني كل 10 دقائق 70، 20 دقيقه 140. جبت كلامك، الفارم اهم من الكل، ما فيها كلام. نطالع فيها زي كده، كل 13 فارم كانه واحد كل، من 13 ل 15 فارم واحد كل. ايش نبغى بالكلات؟ طبعا ما اقول لك لا تجيب كل، بس يعني لا تنسى الفارم، أباك تفرم وتجيب كل. فأول شيء تركز عليه بالذات إذا أنت ADC، واحدة من شغلات الفارم مرة مهم، وأحيانا أنت عادل ضدك في الآيتم عادي، واحد يكون قدام كثير جاء قتلنا مرتين، الآدم اللي قدامي أخذ 2 كيلز، أنا عندي 30 فارم ولا 40 فارم زيادة، أنا نفس الشيء. Best top lane champ in your opinion. Don't ask such questions يا شباب، ما لها أي معنى الكويستشنز هذه. لو في تشامبيون احسن تشامب في الجيم كان كل الناس اختاروا. في الجيم هذا 149 تشامبيون حاليا، كل ميتا فيها تشامبيونز كويسين،
تمام؟ انت بكلامك هذا تحرضهم على انهم ما يساعدون بالفايتات بالايرلي. ياش لا تساعد في الفايتات بالايرلي، ما ابغاك تساعد في الفايتات بالايرلي، غلط تساعد في الفايتات بالايرلي وانت ما انت جاهز. ما بحرض، انا بقول لا تساعد في الفايتات. ان سولو كيو اكبر مصيبه، اكبر مصيبه، اكبر مصيبه. ان برونز ان سيلفر ايرام، انت ما عندك ايتم، ما عندك ولا شيء، كلكم هنا ما شاء الله تبارك الله بسم الله يعني محترفين، روح العب ايرام. ليه جايين سامن الرفت؟ روح العب ايرام انت وياه هفن. اذا تبي تلعب ايرام روح ايرام، اذا تبي تلعب الجيم زي الناس ولا وادم فرن، اوصل للباور سبايكس حقتك. انت اي دي سي، الاي دي سي على حسب الاي دي سي يحتاج ايتمين عشان يشتغل، يحتاج ثلاثة ايتمات عشان يصير ممتاز. طبعا في تشامبيونز ايتم واحدة تكفي، اوكي يعني الايتم الاولى تعطي له سوفت باور سبايك تكفي. تبغى تجيب ده قبل ما تتضارب، بالذات لو انتم متاخرين، لو الناس يفكروا فيها يا شباب، التوب مفيد وانتم كلكم كويسين ما انتم مفيدين، لو التوب حقهم جاء هنا وانتم 5-5 مين حيفوز؟ اول شيء اول شيء ضيعتوا المينيونز اللي فوق واللي تحت اللي راحوا راح اكس بي وجولد راح بالهبل. شيء ثاني كلكم جالسين تتضارب على المينز اللي في النص هنا ان يور شيرينج اكس بي. في سيتويشنز، في سيتويشنز الفايت فيها ضروريه، بس السيتويشن هذا انتوا تفوزوا فيه، يعني انا ما باك اسوي تيم فايت الا في حاله واحده. في سيتويشنز لا اباك تجي فايت فيها تصلح اللين حقك. انا ما بتكلم على ادفانسد يعني استراتيجيز يا عيال، بتكلم على السيمبل، على 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 البساطه، على البرونز. انا بتكلم على حالات بنشوفها الاوادم ما بيسوي شيء، ساب اللين حقه، he didn't set up the lane، he didn't، ما سوى شفل للويف. قل البرونز سوي شفل للويف بعدين اطلع الضارب، يسوي الكلام هذا ما يعرف، يمشي في اي وقت يسيب اللين حقه، يسوي تي بي هو المفروض ما يسوي تي بي، ولا يسيب اللين حقه واللين حقه يسبوشنج عليه والتور بيروح. في مينيون ويف جاي علينا كبيرة وصلت هنا، في مضاربة مت، what do I do؟ انت نتكلم على السيناريو هذا، سيناريو بسيط طبعا، نفصل في السيناريوز مع بعض. التوب موجود، توب عنده تي بي، والتوب حقهم عندهم تي بي، الجنجل جاء هنا، والاي دي سي هنا سوى بوش، بعد ما سوى بوش جاء في عندك 60 مينيون هنا. انت يا اي دي سي يا بطل، طبعا انا بتكلم على ايرلي جيم، ايرلي جيم هنا في السبورت حقك طبعا محترف فاهم، وهم ما هم محترفين ولا هم فاهمين، جاي يساعد الميد لانه الاي دي سي هنا والميد هنا والجنجل جاي، وجاي يبغى يسوي بوش ولا يبغى يسوي اي حاجه، او رايحين على بيسوي بوش بعدين بيروح على دريك. انت ودي يدو هنا روح ميد، وانتوا 4-3 والجنجل حقكم جالس يفرم هنا، يا عمي الجنجل جاء 4-4 ولا تروح بوت، ايش حتسوي؟ ولا لا لا تقول هو غلط ولا هو صح، اديها اجرب، ارمي اي اجابه يا شباب، ولما ترمي الاجابه قول لي ليش. واي وود يو جو بوت؟ التيم حقك حيتضارب حيموتوا صح. خلينا نتكلم على السيناريو هذا، طبعا حيكون عندنا سيناريو هنا، رحت بوت اخذت الفارم هذا، انت فارمك كويس والاكس بي حقك كويس والجولد حقك كويس، هذول لو تضاربوا انهزموا. طبعا المفروض انهم ما يتضاربوا، بس كلنا عارفين في البرونز ايش حيسووا، هيروحوا يتضاربوا ماتوا. لو انت معاهم ايش صار اذا اي واحد منهم عندهم ادفانتج؟ طبعا خلينا نتكلم على هم عندهم ادفانتج، دخلتوا في تيم فايت، التيم فايت ايش عيبه التيم فايت؟ ليش التيم فايت سيء من وجهة نظري؟ لانه كوين فليب، لانه لو غلط الميد حقك وما سوى حاجة صح مات بسرعة كلكم متوا، راح عليك هذا وراح عليكم الميد وراح عليك الوارد، انت كده خسرت الجيم 100%. في المقابل لا انت بوت وهذول تضاربوا وماتوا، راح جزء انت بازلت relevant في الجيم لانه ما بتعتمد عليه، وانت تبغى توصل لمرحلة where you can actually do an impact. انا ما بقول هذه تسويها في الميد جيم ولا في الليد جيم، انا بقول في الايرلي جيم، في بداية الجيم يا شباب، في اول 10 دقائق، اول 15 دقيقة في الجيم، شالوا تاور حقك والمينيون حقونك واصلين هنا، اول شف the minion wave بعدين اروح عشان ما اخسر شيء في الجيم. If Baron is up، أنا ما بتكلم على دقيقة 20، ما بتكلم على mid game يا شباب، خلينا نركز early game حبة حبة، والله حنوصل لكله مع بعض لا تشيله. early game على في in this type of scenario، طبعا الكلام هذا يتطبق على سيناريوز تانية ما فيها كلام، في objective في الجهة التانية طبعا ADC ما ينزل تحت، ADC يروح هنا، المفروض ترسل الميد بوت إذا كان عنده TP أو ترسل التوب بوت. طبعا الكلام هذا كله ما ينسمع في اللويل ما حنختلف، بس انا اباك تفكر بطريقه انه في السولو كيو اي هاف تو هاف ان امباكت، اي هاف تو هاف ان امباكت، اذا انا رحت وجودي زي عدمه وما عندي ايتمات
وجودي زي عدمه. I will share XP, I will not be able to do anything. مو شغلتك تروح تدافع عن 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 مده في ثلاثة. أصلاً المفروض في ثلاثة, المفروض ما ينهزمه. شغلتك تفرم وتوصل لمرحلة أنت توصل الباور سبيكس حقتك. كثير حيختلفوا معايا فيها. I don't have a problem with that. أوكي. أديني سولوشن مقابل. لو قلت لي لا أروح ميد أفضل, ليش؟ لأنه يمكن شايف يمكن هذه الإمكن اللي ما تعجبني. يمكن معناها ما هو consistent. يمكن معناها مو استمراري. يمكن معناها يمكن. تمام؟ فلا نفكر بالطريقة هذه. نفكر بإيش الحاجة اللي أسويها حتخليني دائما consistent.